الشاه بندر. يسعدني أن ينضم إلي في السينما المخرج قاسم عبد، مدير كلية السينما والتلفزيون المستقلة في بغداد. قاسم، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نبدأ مع رواية أو قصة هذا الوثائقي الذي شاهدناه قبل قليل، ركز على مقهى شاه بندر ثم تحدث عن شارع المتنبي ونقطة التحول فيه وما جرى للمخرج. حدثنا عن ما جرى وكيف انتقلتم من هذه النقطة إلى نقطة النهاية. شوف، يعني تشوف بالفيلم أنه ما حدث لعماد علي، بس المشكلة أنه يعني بعد التفجير، بعد ما رجع عماد دي يصور، تعرض إلى حادثة خطف وثم حاول أن يهرب وتم إطلاق النار عليه. بعد إصابة عماد بدأت عندنا مشكلة جديدة أنه كيف نعالجه، لأنه إحنا جزء من المشروع. يعني هو طالب عندنا، بس إحنا ما رح نقدر نتركه يعني بعد ما تعرض إلى حادثة الاغتيال. عماد المشكلة اللي صارت عنده أنه برجله، الضربة اللي برجله، الطلقة اللي برجله هشمت جزء من العظم، بحيث ماكو بقى صعب أنه العظمين يصير بيناتهم التحام. فهاي كانت بالنسبة لنا فد يعني معاناة وفد كابوس ما نعرف شلون نخلص منه. بالعراق ماكو مستشفيات مؤهلة تكنولوجيا للوسائل الطبية لأنه تعالجه. علينا نفكر بالخارج. فكرنا أنه كانت مؤسسة في أمريكا على أساس تساعدنا، وظلينا لفترة طويلة أنه نشتغل وياهم، بس ما وصلنا إلى نتيجة. بس أحيانا الصدفة تحدث بطريقة بحيث أنت ما تخطر على بالك. إحنا في مهرجان الخليج 2008 كنا مقدمين 6 أفلام من الكلية، وبالمناسبة فيلم عماد فاز بالجائزة الثالثة في مهرجان الخليج هذا ب 2008. نهاية المهرجان، يعني اليوم الأخير بالمهرجان، كان الأستاذ عبد الحميد جمعة رئيس مهرجان الخليج ورئيس مهرجان دبي واقفين أنا معه، وذن نحكي يعني، وقلت له شفت الفيلم مال عماد؟ فقال لي والله شفته وكلش تأثرت به وكلش فيلم يعني مؤلم. قلت له عزيزي، احنا صار لنا أكثر من سنة نبحث له عن علاج، أنتوا هنا عندكم مستشفيات وعندكم قدرة، ممكن أنه تساعدنا أنه نلقي له مستشفى ندخله نتعالجوا بيها. أول مرة قال لي والله أنا ما أعرف فلان، بس خليني أفكر. المهم أنا اليوم الثاني سافرت لندن، جيت لندن اليوم الثاني من الصبح، السكرتيرة مالته خابرتني، قالت عبد الحميد جمعة أريد يحكي وياك. حكيت وياه، قال لي وينه عماد؟ أنا حكيت مع وزير الصحة ولقينا له مستشفى الآن، وطاني اسم المستشفى واسم مدير المستشفى. قلت له عماد ما زال في دبي، وخابرت العماد وقلت له تروح على هاي المستشفى، ورأسا دخلوه بالمستشفى، يمكن دخلوه المستشفى ورا فترة سووا له عملية، والآن عماد يمشي، الآن عماد يمشي، رجع بشكل طبيعي. لا تشوف إيه، كانت هناك نقطة تحول ما قصدته قبل قليل قاسم، هو أنه بدأ هذا الفيلم في مكان ما اعتقدنا أنه سيركز فقط على المقهى، ثم تحول إلى مأساة عماد وما تفضلت به قبل قليل من حكايته. كيف أثر هذا على السرد، على 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 التوثيق إذا صح التعبير، لأنه انتقل من مكان إلى مكان؟ شوف، يعني هي قضية العام والخاص إذا نريد نأخذها. يعني بديش الفترة يعني كانت الحياة والموت تمشي على شفا يعني متساوية، وكل يوم أنت يزيد بقائك في بغداد، كل يوم أنت تتعرض خطوة أقرب إلى الخطر. ده تشوف بالفيلم الوثائقي ماكو حدود. الفيلم الوثائقي هو يعني مشروع مفتوح، لا يعني ما عندك أنت أسس لبناء القصة، بس أنت في كل لحظة ممكن أنه القصة مالتك يصير بها انعطاف جديد وتغييرات طبقا لما يجري على الأرض. بالضبط بالضبط، لأنه أنت توثق اللحظة العابرة في التاريخ، وهذا ما جرى. أنتم توثقون، هو وثق لبغداد الآن وهذه المرحلة التي تعيشها. إذا ما تحدثنا قاسم عن التقنية المستخدمة، التقنية هو طالب، التقنية طالب، لكن لابد أنه واجه تحديات. ما هي هذه التحديات التقنية؟ شوف أقول لك، إحنا كل أفلامنا هي بلا ميزانيات، ده تشوف بإمكانيات بسيطة، وهي أعمال طلابية، بس الشيء اللي يميزها أنه تحمل الصدق. الأفلام تحس أنه تأثر بيك، لأنه أفلام تعرض نبض الشارع العراقي، قريبة من نبض الشارع العراقي، يعني تطرح هموم إنسان عادي في زمن غير عادي. فلهذا السبب تشوف أنه إحنا حاولنا أنه نقترب من الإنسان العراقي، نطرح قصصهم الإنسانية، أفكارهم، مشاعرهم، أحزانهم، أفراحهم، كوابيسهم،
انتصاراتهم، هزائمهم، كل هذه الأشياء هي اللي موجودة بالشارع العراقي، حاولنا أن نقترب منه. والآن هذه الأفلام ذاكرة، أنا أعتبرها ذاكرة، ذاكرة لهذا الزمن المضطرب اللي عاشوه العراقيين. اليوم أنا أشوف أفلام اللي سويناها ب 2004 و 2005 و 2006 يعني أشوف بها شيء تقريبا الناس نسيته. بس كنا أوصلكم إلى هذه النقطة اللي أنتم فيها الآن. جزء من التوثيق قاسم هو الحلاق نعيم، شخصية فريدة جدا، يحمل شهادة الدكتوراه لكنه له شغف كبير بعالم الحلاقة، وهو أيضا مصلح، يعني أشبهه أنا بفولتير عندما تحدث عن ضرورة العودة إلى الطبيعة، يعني ما فعله من تنظيف الشارع ووضع الزهور والنبات في الشارع إلى آخره. حدثني عن هذا الفيلم. شوف، الفيلم هو في منطقة العظمية في بغداد، تعرف أكو مناطق، ومنطقة العظمية يعني أنا غير طائفي ولا أعترف بالطائفية ولا، بس هي منطقة سنية، منطقة عراقية يعيشون بها السنة بالأحرى. هذه المنطقة تعرضت إلى هزات كبيرة. إحنا هدفنا ما عندنا حدود، يعني هزات أمنية بمعنى تفجيرات انتحارية، هزات أمنية ووضع غير مستقر يعني. إحنا ردنا أنه نشوف أنه نعيم كشخصية فريدة من نوعها، يعني كاركتر ماله، يعني كاركتر ينحب على الشاشة لأنه يمارس شغلتين واحدة متناقضة مع الأخرى، أو واحدة مكملة الأخرى بالحقيقة، بس بنفس الوقت ينطي إحساس بالأمل. يعني هو من قال أنا فرشت، وهذه فلسفته التي يعني أنا أشبهها بفلسفة فولتير. Exactly. أنه ينطي إحساس بالأمل، وهذا واحد يعني الأشياء الأساسية اللي اشتغلنا عليها. شوف، إحنا الطلاب مالتنا دائما نقولهم من تشتغلون أفلام حاولوا نسوون قصص في مكان واحد، لوكيشن واحد، حاولوا نسوي قصص للناس القريبين عليكم، للناس اللي تعرفوهم، للناس اللي يثقون بكم، لأنه بالعراق والوضع الموجود بي يعني الثقة شبه مفقودة، صعب عليك أنه تروح على واحد غريب وتقدر تسوي عليه فيلم. فدائما ندفعهم بالاتجاه أنه يبحثون قصص على الدائرة، أول شيء الدائرة الأولى هي العائلة والأصدقاء والأقرباء والحي. فيعني ما عندنا احنا امكانيات كبيره اللي نسوي الصراع العربي فرضنا الامريكي او الصراع العراقي الامريكي او الصراع الايراني العراقي، ما عندنا هيك امكانيات. عندنا امكانيات ان نعمل على قصص صغيره، بس قصص تعكس حياه الانسان العراقي ضمن هذا الوضع اللي تعرفه. قاسم شكرا لك، انت باقي معنا في الجزء الثاني من البرنامج. الان الحلاق نعيم، الوثائقي الثاني في هذه الحلقه للمخرج محمد نعيم.